لو انت مفكر ان انا كنت بتحكم في كره البنج دي بدماغي دلوقتي فانت غلطان او ما تعرفش شارع العلوم كويس. والسبب اللي خلاني اتحكم في كره البنج كده هو نفس السبب اللي بيخلي الطياره بتطير. والسر ورا الموضوع ده اطلع تعال 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 اطلع انت كمان تعال يا حبيبي تعال نخش تبعنا اهو اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. شفت التاني بيتغسل وطبعا عشان التيشيرت بيتغسل فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتنشر الكلام ده كله. اشتغل عن ايه؟ كمل. لو عايز تفهم السبب بالظبط وعايز تعرف الطياره ازاي بتطير وايه كل حاجه بتاثر على الطيران وازاي محركات النفاذ شغاله وعايز كمان تصنع الطياره بتاعتك بنفسك وتخليها تطير لاطول مسافه فالحلقه دي معموله علشان كده. ما تنساش يلا تدوس لايك وسبسكرايب لو مش دايس وتكتب لنا تحت في الكومنتات في شمتع من العلوم في شارع العلوم. ما في شمتع من العلوم في شارع العلوم. لو عايز تعرف الطيارة بتطير ازاي وتصنع الطيارة اللي احنا عاملينها على نفس الاسس اللي احنا هنتعلمها النهاردة هو انت تمشي معايا في الحلقة وتركز كويس جدا هتتعلم معلومات كويسة جدا وهتعرف الطيارة ازاي بتطير وهتصنع طيارتك بنفسك. عارفين قصة اختراع الطيارة؟ طب تمام ماشي خش بقى في الموضوع. طيب احنا مش جايين نحكي قصص احنا جايين نتعلم نعمل تجارب. واول معلومة هديها لك النهاردة هي في هيئة سؤال دي كرة ايه؟ بينج بونج. لو انا سبت كرة البينج بونج دي ايه اللي هيحصل؟ هتقع. برافو عليك انت جاوبت صح. بس السؤال الاهم واللي انا عايز اساله لك الكره دي وقعت ليه؟ بسبب الجاذبيه واللي هي مخليانا واقفين على الارض واي حاجه موجوده على سطح الكوكب الطبيعي بتاعها ان هي تبقى ماشيه على الارض. فلما اجي اقول لك ان انا عايز اخلي كره البينج بونج دي ما تقعش وتفضل طافيه في الهواء يبقى انا اكيد محتاج قوه عكس الجاذبيه. قوه الجاذبيه بتشد الكره فين؟ لتحت. يبقى انا القوه اللي انا محتاجها عشان اخلي الكره دي طافيه في الجو تكون لفوق. وده كان فايده السشوار وادهم اللي كان تحت الترابيزة. عشان اتغلب على قوة الجاذبية فالسشوار بيطلع قوة دفع هواء. في منها قليل زي ما انتم شايفين كده فمش كافي ان هو يرفع الكورة. لكن لو انا عليت القوة بتاعت الهواء فهيزيد الضغط. فهتبتدي الكرة تترفع شوية. وشوية بشوية بزود قوة الدفع. لحد ما عليها لأعلى نقطة عندها. واو. ببساطة لما زودنا قوة الهواء فزاد الضغط على الكورة من تحت زي ما انت شايفين. عدلت قوة الجاذبية فأكن كرة البنج أكنها طافية. ولو حبيت تحركها في أي اتجاه فأنت كل اللي مطلوب منك إنك تحرك السشوار بس لأن ده اللي هيحرك بقوة الضغط الهواء اللي جاية منه كرة البنج. حلو يبقى أكيد الطيارة بتطير علشان في قوة ضغط كبيرة تحت الطيارة مخلياها مرتفعة لفوق عكس الجاذبية. ودي أول معلومة لازم تكون ثابتة عندنا وفاهمينها. السؤال اللي لازم يجي على ذهنك دلوقتي وتسأله لي طب يا ترى انا ازاي هدي قوة ضغط كبيرة للطيارة وتفضل ماشية تحتيها طول الوقت؟ هل هجيب سشوار كبير مثلا او كومبرسرات؟ هل المطارات دي بتطلع قوة ضغط تصفر الطيارات؟ لا اكيد في ساينس وسبب ورا الموضوع ده. وكالعادة تعالى يلا نعمل تجربة تشوف بيها معلومة وعلى اساسها نوصل لازاي الطيارة بتعمل ضغط تحتيها. دي ورقة A4 عادية خالص جدا من اللي بتصور بيها في المكتبة. السؤال السهل اللي انا لو سألتولك لو انا نفخت تحت الورقة إيه هيحصل؟ ببساطة الورقة هتترفع لفوق لان انا عملت ضغط تحتيها زي السشوار. طب هل دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نخلي بيها الورقة تترفع لفوق؟ وده فايدة السؤال اللي انا هسأله لك دلوقتي. طب لو انا عجزت جهة النفخ وخلتها من فوق ونفخت من فوق بس مش على الورقة لا فوق الورقة ايه اللي هيحصل؟ اعمل بوز للفيديو كده تحت في الكومنتات انت متوقع ايه اللي هيحصل للورقة. واو الورقة برضو طلعت لفوق كده انا اكيد جه في دماغي فكرة ان احنا ممكن نخلي اي حاجة تترفع لفوق. وعشان تعرف السبب لازم تجاوب على الاسئلة اللي انا هسألها لك دلوقتي. لما انا نفخت فوق الورقة الهواء اللي كان ماشي فوق الورقة سريع ولا بطيء؟ سريع لان انا نفخت فوق الورقة
وفي نفس الوقت اللي انا بنفخ فيه فوق الورقه الهواء اللي تحت الورقه نسبيا سريع ولا بطيء؟ بطيء. السؤال الثالث، لما انا نفخت فوق الورقه والورقه طلعت لفوق، معنى كده الضغط اللي تحت اكبر ولا اللي فوق اكبر؟ يعني انا عشان كره البنج ما تقعش لتحت كنت حاطط الضغط كبير، والورقه اترفعت لفوق يبقى اللي تحت كان ضغطه ايه؟ اكبر. الاجابه اللي هتستفادها من الثلاث اسئله دول ان بما ان لما كان فوق الورقه هواء سريع وتحت الورقه هواء بطيء والضغط اللي تحت الورقه اقوى لان الورقه اترفعت لفوق، يبقى ضغط الهواء البطيء اكبر من الضغط السريع. وممكن تبسطها بحاجه حلوه قوي، لما بتبقى ماشي بطيء على الارض حد يقدر يكعبلك بسهوله؟ لا، لان انت بتبقى ضغطك اكبر على الارض. لكن لو ماشي وبتجري بسرعه وحد حط رجله هتتشنكل بسرعه، لان ضغطك على الارض خفيف جدا بسبب جريك وسرعتك، وده تسبب ببساطه ان الهواء البطيء ضغطه اكبر من السريع. طيب انت بتحكي لي كل ده ليه والتجربه دي كلها ليه؟ انا عايز اعرف الطياره ليه بتطير، ايه علاقه ده بده؟ هقول لك الاجابه ببساطه، لان هو ده القانون اللي بتستخدمه الطياره علشان تطير. ايه اللي يفرق الطياره عن العربيه؟ الجناحات. الجناحات هنا وظيفتها ببساطه ان هي تعدي فوق الطياره هواء سريع وتحت الطياره هواء بطيء. لو جيت قطعت جناحات الطياره بالعرض هتلاقي ان هو ده منظرها، بتبقى مستقيمه من تحت وواخده شكل كيرف من فوق. والسبب ان هي واخده التصميم ده ان المسافه اللي تحت تكون قصيره والمسافه اللي فوق تكون كبيره، فلما تبتدي تتحرك الطياره بسرعه كبيره جدا وتقابل كميات كبيره من جزيئات الهواء، فجناح الطياره هيقطع الهواء اللي بيقابله، فعلشان يتقابل في نفس اللحظه هنا هياخد هنا مسافه كبيره وتحت مسافه صغيره، فعلشان يخلص المسافه دي فلازم يكون سرعته اعلى من اللي تحت، فجناحات الطياره هتخلي معظم الهواء اللي فوق سريع واللي تحت بطيء. والدفعه الاولانيه للطياره بتخلي كميات اكبر من الهواء تخبط في جناح الطياره اللي تحت وكميات اقل تخبط من فوق، فتزود الضغط بالتبعية لحد ما توصل لدرجات الجو اللي فوق، وعلى حسب قوة المحرك والسرعة هتقدر تحطه في الاتجاه اللي انت عايزه والمسافة على الارض اللي انت عايزها. وعشان تفهم نقطة الجناح اكتر، فمفيش احسن من تجربة الويند تانل او نفق الرياح. نفق الرياح هو سيميوليشن او عملية تمثيل لجناح الطيارة وهو في الهواء، ان كل اللي عامله هو جاب جناح طيارة مثبت على عمودين في نفق بيخش فيه هواء بسرعة كبيرة جدا، الهواء ده هو اللي بتقابله الطيارة في الهواء، واول ما بتشتغل الفان ويبتدي كميات الهواء تخرج بيبتدي الجناح انه يرتفع لاعلى، وكل ما بتزيد قوته كل ما الجناح بيرتفع لفوق اكتر. يبقى كده انت عرفت ازاي الطياره علشان تطير بتحتاج ضغط عالي من تحتيها وسببه ايه؟ طب الجناحات تقدر ترفع الطياره عن الارض وتخلي قوه الدفع تحتيها زي فوقيها. طب الطياره بتسافر لقدام ازاي؟ هنا تيجي وظيفه محركات الطياره، ان هم بيبقوا ثلاث انواع، يا اما محرك بيبقى عباره عن مروحه بس، او محرك نفاث، او محرك نفاث ومروحه، وده اكتر جناح بيبقى ليه كفاءه، لان ببساطه كل ما زادت قوه المحرك وزادت كميه الهواء اللي مندفع عن الخلف كل ما زادت كفاءه الطفو. كده دلوقتي انت عرفت اهم قوتين بيأثروا على الطياره، قوه الجاذبيه اللي بتخليها تنزل لتحت، وقوه الضغط اللي من تحت جناح الطياره اللي بتعادل قوه الجاذبيه وبتعديها عشان توصلها للارتفاع اللي انت عايزه. بس طبعا خلينا اقول لك ان مش دول القوتين بس اللي بيأثروا على الطياره، في قوه لقدام وقوه لورا. بما ان في هواء بيعدي قصاد الطياره علشان نعمل منه ضغط فوق وضغط تحت، فاكيد الهواء ده هيعمل مقاومه، والقوه دي بتبقى الناحيه دي واسمها قوه الدراج. علشان نقابلها بقوه اكبر منها علشان نقدر نخلي التيارات تمشي بسرعه اكبر، فبنديها قوه اسمها قوه الثرست واللي بتعملها المحركات. وبكده انت عرفت الاربع قوى اللي بيأثروا على اي طياره علشان تطير، برغم ان القوى دي كانت مفهومه لناس كتير زمان الا ان هم ما كانوش عارفين يوصلوا للتصميم المثالي، وكانت بتحصل حوادث كتير جدا مشهوره، مش هقول لكم قصتها عشان انتوا عارفينها. ده نار أسرع يا أستاذ. لأن ببساطة لو عايز تحافظ على توازن جسم الطيارة تحت تأثير الأربع قوى دول، فأنت لازم يكون عندك شوية معايير تانية في الايروداينامكس لازم تكون محافظ عليه. أولهم لازم يكون للطيارة ديل عشان تقدر توازن ما بين القوة اللي هتتخلق هنا على جناحات الطيارة، وكمان لازم جسم الطيارة من قدام يكون تقيل والتقل متوزع نسبيا على جسم الطيارة من قدام لورا. لو انت وصلت لحد هنا وحاسس ان لسه في اجزاء واقعه منك ومش فاهمها برغم كل التجارب اللي عملناها، كل اللي انت محتاجه ان انت تعيد الحلقه تاني تتفرج عليها تاني، هتلاقي المواضيع كلها اتجمعت معاك. وبعد ما لخصنا كل القوانين اللي بتاثر على الطياره والايروداينامكس بتاعتها وازاي الطياره بتطير ببساطه شديده، احنا صنعنا الطياره دي على نفس القوانين ونفس الاسس قدر الامكان. وبالمناسبه الطياره دي مش من اختراعنا، احنا شفنا فيديوهات كتير لطيارات ورق على الانترنت واستلهمنا منهم ابسط طريقه نقدر نطلع بيها شكل الطياره ومحافظه على كل القوانين قدر الامكان. طبعا مفيش حاجه بيرفكت، والطياره دي اخذت من نفس سرعتها تقريبا نص ساعه، لخصها لكم في فيديو في اقل من 10 دقائق هتلاقيه موجود فوق، ممكن تدوس على اللينك او في الديسكريبشن تحت، ودلوقتي هنجربها قصادكم.
بيرفكت مور ذان بيرفكت، اقسم بالله ملهاش حل. مفيش حلقة احسن من كده بجد، مفيش حلقة انا استمتعت بيها كل مرة بعمل فيها معاكم تجارب وحاجات جديدة، بستمتع اكتر واكتر. وبصراحة مفيش امتع من انك تكون بتعمل الحاجة اللي بتحبها، وهدفنا احنا كمان معاكم ان انت تحب العلوم وتشوف الجانب الممتع منها وتتعلموا منها معلومات. شوف كم المعلومات اللي احنا تعلمناها النهاردة وفي نفس الوقت استمتعنا. طبعا ما تنساش لو عايز تعمل الطيارة بيرفكت بكل الخطوات بكل التفاصيل هتلاقي موجود اللينك، تقدر تدوس عليه وتخش على الحلقة على طول. وكالعادة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات تحت مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم، وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب. لو مش دايس زر الجرس دوس زر الجرس يا جماعة، عشان والله بننزل حلقات وما بتوصلش ناس كتير جدا وبتحبنا. ما تنساش تحكي لكل الناس عننا وتقول لهم ان العلوم امتع مع شارع العلوم.